بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم الإجابة على الأسئلة، والأسئلة المعتادة: ما رأيك في هذه الحرب؟ أنا من الأول رأيي أنها طويلة وتنتهي بنصرنا إن شاء الله. طويلة، ما كلما حلوها من جانب رتقوها من جانب انفتقت من جانب آخر. يسأل الأخ: لماذا أنتم العرب ترون أن لكم الأفضلية مع أن اليهود بعث فيهم أنبياء أكثر؟ أنتم بعث فيكم نبي واحد، دولاك أيها الأخ. نعم، بعث فيهم عشرات الأنبياء، بل مئات الأنبياء، بل ألوف الأنبياء. وينهم؟ قتلوهم كلهم إلا موسى اللي قدر عليهم. ما أحد من أنبيائه، لما الله عز وجل قال موسى لربه: يا ربي أنا يضيق صدري ولا ينطلق لساني من أغضب أتأتئ. أخي هارون أفصح مني لسانا، شوف الإخلاص لربه، أفصح مني لسانا وأكبر مني وأوسع مني صدرا، ما يغضب مثلي، أرسل إلى هارون. الله عز وجل قال: لا، هذا ما يقدر يدبر بني إسرائيل، أنت تقدر تدبرهم، هو وزيرك. عليكم السلام. فكانوا يهابون من موسى، وتاريخهم مع الأنبياء. نعم. ملاكم قوي جدا. هو ضرب القبطي، ضربه بجمع على أذنه. جمع يعني بوكس. الجمع البوكس. وكزه بجمعه. طيب، هذا سؤال. صحيح، يقول: لولا التقى لكنت أدهى العرب، كنت أسوقهم كلهم بعصايا. ولكن التقى والغدر، معاوية يفجر ويغدر، وأنا أستحرم، أنا أريد أثبت دين، مو أثبت ملك. هو يريد ملك، أنا أريد أرسخ قيم وقواعد. طيب، يسأل الأخ: كم الفاصلة بين يوسف وموسى؟ 500 وكسور سنة. لما توفي يوسف حضرته الوفاة، قال لهم: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب يعني، يا أولاد يعقوب، يا أخوتي، ارجعوا إلى فلسطين، هنا تلاقون الظلم ويذبحونكم، يستحيون نساءكم، فارجعوا. كانوا 68 نفر وخالفوه، متعلمين على أكل مصر الفلافل والطعمية، فخالفوا وجرى عليهم ما جرى، لكن مع ذلك تكاثروا لعبروا مع موسى 550,000، نص مليون فوق. سؤال: ما هي أهم صفات المهدي عند السنة؟ نفس صفاته عندنا، صفاته عند السنة أول من أبناء علي وفاطمة، وأنه طويل القامة، عرض المنكبين، عريض المنكبين، أزج الحواجب، متصل حواجبه، أقنى الأنف، في شوية محدودب أنفه، سهل الخدين، بعضهم خدوده منتفخة، هو لا، سهل الخدين،
حسن الثغر مفرق الثنايا سنون في بينها فاصلة كث اللحية وجماله عليه جلابيب النور تتوقد بنور القدس. اللهم صل على محمد. هذه كلها عند السنة نفسها عنده وحركتها من مكة إلى العراق إلى بيت المقدس أيضا عند السنة. ينزل عيسى ويصلي وراه أيضا عند السنة. شردون بعد يقول: ما هي أهم الفروق بين الشيعة والسنة في السيدة الزهراء سلام الله عليه؟ أول شيء نعتقد بأنها معصومة، وثاني شيء إذا دعت أن رسول الله أعطاها فدك من سنتين وكيلها بها ما يقول لها جيبوا لي شهود، معصومة صادقة ما يكذبوها. ومن فروق نظرتنا أنها دائما على الحق، لأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، كل ما قالته حق. ومن عقائدنا أنها أم الأئمة صلوات الله عليهم. هذه فروق عقيدتنا عن السنة، وأنها ماتت شهيدة مظلومة مضطهدة، وكانت تشكو بعد كل صلاة إلى الله ورسوله، وأن ظالميها نبرأ إلى الله منهم. يسأل الأخ: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق وبالأوصياء متفق عليه عندنا، لماذا لم يقبله غيرنا؟ وكذلك بالمهدي. لا يا أيها الأخ، بشارته الأنبياء ببعضهم نص عليها القرآن والسنة يقبلونها. بشارة نبينا بالأئمة يقولون بشر ب12، يعترفون بآخرهم المهدي فقط، والباقين يضيعوهم عمدا ما يردون يعترفون بهم. يسأل: لماذا هناك نظرة قبيحة عند المخالفين للنساء؟ لأن أخذوها من اليهود، أخذوها من اليهود أن المرأة هي أصل الشر، والمرأة هي الثعبان الحية، وهي دخلت الجنة على شكل حية، وهي اللي غشت حواء قالت له روحي أكلي من الشجرة وجري معاك آدم. ونحن نقول كل هذا مكذوبات، وعندهم المرأة لا تكون مقدسة، وعندهم ما تكون مقدسة. طيب، يسأل الأخ أنه في حديث يرويه الشيخ الطوسي: من آذى العباس فقد آذاني. وليش يرويه الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يعلم أنه مكذوب، لكن داري وضعه، داري وضعه، حاسبوه، أحضره الخليفة وقال له: من الأول والثاني اللي أنتوا تسبوهم الشيعة وأنت رئيس المتكلمين في بغداد، كرسي الكلام لك، فمنهم؟ الحنابلة حركوا عليه. ف الطوسي رحمة الله عليه قال له: الأول والثاني قابيل ونمرود وعمر بن سعد، ذول أول وثاني وثالث اللي احنا نقصدهم، وتخلص منهم. يقول يسأل الأخ: ما هو الفرق بين زعيمي الأنصار سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة؟ فرق كبير بينهم. سعد ابن معاذ من الأساس من دعاه مصعب ابن عمير
كان في المدينة ودعاه إلى الإسلام وأسلم هو جاد وصادق، صادق وطبيعته، وكان هو المتحمس اللي يدعو الأنصار يلا نروح الحج نبايع النبي، هو اللي سعى في بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما عرف المشركون أنه بايع الأنصار بايع النبي لنصرته، قال لك بكرة يروحوا يحاربونا، فأرادوا أن يقبضوا عليهم، فقبضوا على سعد، أفلت الباقون. سعد بن معاذ أقبضوا عليه وجاءوا به يضربونه، وقال لك واحد ما تعرف، قال أنا أحملكم قوافلكم، فلان يعرفني، فصحيح إلى أن نجوه لأنه هو بطريق قوافل قريش ويحميها. ورضوان الله عليه كان خبيرا بقريش وكان مواليا للنبي وعترته، وشيعي متعصب أيضا، يقول اللهم بعد الأحزاب، بعد حرب الأحزاب، إن بقي لنبيك حرب مع قريش فأبقني لهم، كان نار كبر عليهم يخافون منا. واستشهد رضوان الله عليه. سعد بن عبادة زوين ولكن كان ملائم، لما شافهم خططوا جابوا 5000 نفر من الطلقاء سكنوهم المدينة ورح يأخذون الخلافة بعد النبي، عترة النبي يعزلوها، قال لهم إذا عزلتوهم عن الخلافة نحن الأنصار أولى. قالوا شنو أولى؟ إلا نبايع صاحبنا ببيتك وإنت مريض رغما عنك، وهكذا فعلوا. واضطهدوا الأنصار أي اضطهاد. بعد يسأل علي حاد، يظهر من غيرنا هذا، من هو الإمام الصادق عندكم؟ الإمام الصادق هو الإمام السابع من الأئمة اللي بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، السادس صلوات الله عليه، السابع الإمام الكاظم، الثامن الرضا، الإمام السادس من الأئمة الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو إمام مفروض الطاعة علينا وعليك، لأن رسول الله أخبر، رسول الله أيضا قال سموه جعفر. والإمام الصادق سلام الله عليه صارت فرصة بين سقوط الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية، فبث علمه والكل يعترفون فيه. بعدين لما صارت مرجعيته عند جميع المسلمين يرجعون إلى جعفر بن محمد. أبو جعفر المنصور الدوانيقي قال لك ما نخلي المرجعية بيدهم، إحنا نأسس مذاهب، فأسسوا 4 مذاهب، مذهبين لاثنين من تلاميذ الإمام جعفر أبو حنيفة ومالك بن أنس، واثنين آخرين تلاميذ هؤلاء، تلاميذ تلاميذه هؤلاء. طيب، فإذن الإمام الصادق شخصية أبو المذاهب يسموه ومقدرة عند جميع المسلمين، وعندنا نحن من الأئمة المعصومين المفترضين الطاعة من رب العالمين. يسأل أخ طه قاسم، كثير من المؤمنين يقول لك هذا الأسبوع أخذ هذا الورد، يا رب العالمين 100 مرة يا ذا الإكرام يا قاضي الحاجات، هل هي واردة؟ ولا شيء منها وارد عن أهل البيت عليهم السلام، هذول الشيوخ الصوفية يخترعون أورادا لجماعتهم ويعمموها، وذولاك يلتزمون بها مثل ما يلتزم المقلد
رسالة عملية للمرجع. وأنا رحت في مصر قالوا صاحب مطبعة محب للشيعة اسم راح عن بالي اسم زرنا استقبلنا قال انتوا بتعملوا لمذهب اهل البيت ان شاء الله قال انا اعمل اكثر منكم كلكم قلنا له كيف قال انا اختار اوراد للطريقه الفلانيه الشاذليه والكذا وانا شهريا اعطيهم لثلاث ملايين اعطيهم اوراد فانا وجدت الصحيفه السجاديه وقمت اخذ منها اوراد وانشرها فيهم فهذه الاوراد اللي يعطوها شهريا او اسبوعيا من وضع هؤلاء لم يروها معصوم صلوات الله عليهم فنحن ما نوثقها ذكر الله حسن على كل حال تذكر الله كيف ما تذكر زين ولكنه ليس لها أصل فقهي عندنا أبدا سبحون تسبيح الزهراء تسبيح اللي مروي عنهم قالوا إنه في شهر رمضان موجود التسبيح على الأدعية نعم وأفضل الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله واللهم صل على محمد وآل محمد سؤال ما معنى قول الإمام الصادق سلام الله عليه في أمال الطوسي صفحة 284 من لم يغضب في الجفوة لم يشكر النعمة في الجفوة إذا واحد أهانة عند الإهانة لازم ينتفض أخرى يقول أنست كما تقول أو يقول له أو يجاوبه إذا ضرب يدفع الضرب عنه إذا ما تحرك من لم يغضب في الجفوة هو قاعد مثل الميت دمه بارد إلى حد ما يتحرك إذا أهين يقول هذا الشخص إذا أنعم عليه أيضا يكون ميت ما يشكر النعمة لا أنه بالإهانة ينتفض ولا عند النعمة يشكر النعمة هذا مو طبيعي لازم يكون حيوي هذا واحد يقول صحيح أن معاوية بعث جيش ينجد عثمان نعم صحيح خالد بن عبد الله القصري أرسله معاوية لما استغاث به عثمان أرسله قال له تقيم في ذي خشب 5 كيلو عن المدينة هناك تقيم أنت وجيشك ومهما يأتيك أخبار من المدينة ولا تقل يرى الحاضر ما لا يراه الغائب كن روح العثمان نمجدة فإني أنا الحاضر وأنت الغائب لا تتحرك أصبر لما يقتلوه نأخذ بثارة أربح لنا ومعاوية راد يأخذ عثمان إلى الشام ومعاوية حرك الرواة وأبو هريرة وبريرة أنه الشام أرض المحشر أو يبعث النبي في مكة وملكه في الشام يعني ملك معاوية والشام أرض المحشر والمنشر وفيها مكذوبات طيب يسأل اللي حمل الكتاب المزور المنسوب لعثمان أبو الأعور السلمي فهذا صحيح نعم قصة هذا الكتاب أهل مصر ظلوا يشكون من عاملهم يشكون وما يردهم عثمان إجوا 700 نفر مسلح وحاصروا عثمان وغيروا للوالي ابن أبي سرح عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وسكران
فقالوا من تريدون؟ قالوا محمد ابن أبي بكر، يحبونه هو محمد ابن أبي حذيفة، شاركوا بالفتوحات هناك. فكتب لهم مرسوم قالهم روحوا، فراحوا رضوا وراحوا. بالطريق وجدوا شخصا راكبا على إبل الصدقة. إبل الصدقة ناقة عليها دائرة مكوية كوي مثل رقم سيارة حكومية هذا. أخذوه، طلع معاه كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح، إذا وصل القوم اقتلهم هم محمد ابن أبي بكر وابقى أنت. جنونهم، رجعوا حاصروا عثمان إلى أن قتلوه. هذه قضية أبو الأعور السلمي، كان هو حامل هذا الكتاب. آخر سؤال، ما هي العلوم اللي يتخصص فيها طالب العلم بعد ما يصل إلى مرحلة ممتازة في العلم؟ تخصص الطالب حسب كفاءته. كل واحد يقول له تعال اتخصص خطيب، من يصعد المنبر يهرب الناس، فهذا يكون عنده قابلية، كن شاطر بمنطقة، كن صوته زين، كن. نقول له تخصص بالبحوث العلمية، اكتب سيرته، وهو يخبط عباس في دباس، كن عنده قابلية للفرع والشيء الذي يتخصص به، ومو هو يقول أنا عندي قابلية، يشهد لنفسه ما يكفي، كون الآخرين يشهدون له، إيه والله هذا لهالموضوع اطلع منه، هذا لهالتخصص نافع. فإذا لازم هو يسأل غيره، وغيره إذا هم أهل خبرة ما يشهدون حتى يشوفون نموذجا من عمله. فتخصص الطالب بعد السطوح مثلا هذا أمر دقيق، ولازم كل واحد وما يمكن أن يجيده. والحمد لله رب العالمين.